لو سألت كل واحد فيكم عن المقام اللي أنتم سمعتوه، أكيد إن كثير من الشجن راح يأتي في وصفكم وتتحدثون عن مشاعر مختلطة ما بين الحنين والفراق والأشواق. لكن لو سألتكم أيضاً ما هذا المقام، الأكيد أنه الأغلبية لن يعرفوا اسم هذا المقام. هالمقام هذا هو مقام الحجاز، اللي يعتبر من أعظم المقامات العربية الشرقية. نشأ هذا المقام على أرض المملكة العربية السعودية، وتحديداً في الحجاز، وطبعاً أخذ شهرة واسعة في العالم العربي والعالم الشرقي. والشيء الأكثر غرابة أنه انتقل إلى العالم الغربي وأثر في الموسيقى العالمية، اللي راح أطلعكم عليها اليوم أنه كيف انتقل هذا المقام إلى الغرب. المنتج والمؤلف الموسيقي وعازف القانون والعود العراقي البلجيكي أسامة عبد الرسول أخبرنا عن مقام الحجاز وأصل انتشاره في العالم. المقام بصورة عامة يتكون من 8 نغمات موسيقية، إذا يبدي في نغمة الدو ينتهي في نغمة الدو، ينقسم إلى نص نص، أربعة بأربعة، يعني دو ري مي فا، بعدين صول لا سي دو، شوفه على البيانو، هذه نص المقام وهذا النص المقام الآخر. كل المقامات متشكلة على هذا الأساس. من نغير نغمة بالمقام بالجزء الأول، بالجزء الأربعة الأولى، يتغير اسم المقام اللي هي هذا إحساس اللي هو مقام الحجاز، وبعدين اللي باقي هو إحساس نهاوند.